ومعنا من القاهرة ميسون المصري، شقيقة ماهي نور المصري المسجونة حاليا في سجن دمنهور. أهلا بك ميسون. أهلا بك ميسون. اللجنة قالت إن ماهي نور لم تكن في سجن دمنهور عندما ذهبت إلى السجن، قالت إنها لم تكن في سجن دمنهور التي تقضي فيه عقوبة سجنها. هل بالفعل لم تكن شقيقتك موجودة؟ نور كانت موجودة وكانت متابعة وجود اللجنة من قبلها، واتمنع ان هي تقابلهم، ومحدش من اللجنة طالب ان هو يقابلها، فبالتالي السجن ما تعرضش الموقف اصلا ان هو يحتك بان هي تخرج. وهي كانت موجودة طول الوقت، هي ماهي نور اصلا محكوم عليها حكم نهائي، فما فيش اي سبب لخروجها من السجن يعني. طيب يعني هي احنا كان عندنا زياره تاني يوم ليها، وهي حقيقه كانت غضبانه جدا من الموقف ده، لان احنا كنا متقدمين بشكوى باسمها للمجلس القومي لحقوق الانسان في يونيو بعد حبسها بشهر، لان كان في اوضاع صعبه جوه العنبر اللي هي موجوده فيه اللي هو عنبر واحد. الحقيقه ان يعني كان متوقع ان يعني بعد تاخير زياره المجلس لشهرين، ان اول حاجه يعملوها لما يجوا السجن ان هم يروحوا يشوفوا العنبر اللي متقدم فيه شكوى. ما الذي قالته لك؟ ده ما حصلش. ما الذي قالته لك شقيقتك عن زياره وفد المجلس بالضبط وعن اوضاع السجن؟ الزيارة كانت يوم 3 أغسطس، كان بيتحضر لها من قبلها بأسبوع. السجن شكله بيتغير تماما، الحيطان بتدهن، بيركبوا شبكة كرة طايرة، في حين إن السجينات أصلا ما بيقدروش يخرجوا بره العنابر، يعني حتى التريض مش مسموح بخروجهم بره العنابر. ركبوا مراوح وركبوا تشطيبات هواء رغم الشكاوي المتعددة اللي كانت بتتقدم في سوء التهوية داخل الغرف. الكلام دوت، وعنبر واحد ما حصلش اصلا ان جاء اي زياره ناحيته تماما، لان عنبر واحد فيه كذا مسجونه على خلفيه سياسيه، فكان متوقع ان هم هيتكلموا، فما حصلش اي زياره من المجلس للعنبر ده. من اعضاء الوفد محمد عبد العزيز وهو صديق لماهي نور، هل تحدثت معه؟ الحقيقه ده كان برضو من الحاجات اثارت غضبها جدا، ان هي كانت متوقعه لما سمعت اسم محمد عبد العزيز ان على الاقل يعني حتى ولو في اختلافات سياسيه، بس يعني هيبقى في يعني كان في تاريخ مشترك في وقت ما يعني، فكان يعني متوقع منه موقف على الاقل مغاير لباقي اعضاء الزياره. وده ما حصلش، يعني ما حصلش اي لقاء، ما حصلش اي اتصال ما بينه وما بينها، ما حصلش اي طلب منه لزيارتها. هي الحقيقه في الزياره لما دخلنا لها حاولت تخرج لنا يعني على قد ما تقدر ملاحظاتها عشان نوصلها، لان هي مش قادره تتواصل مع حد، لا اللجنه جت تتواصل معاها، ولا هي مسموح لها تكتب مقالات وتعبر عن رايها، فحاولت تقول لنا على قدر ما تقدر الاوضاع جوه. طبعا هو كان بصعب، لان طول الوقت انت بتبقى قاعد في حد بيراقبك في الزياره، فكان صعب جدا، فما قدرتش تحكي كل حاجه، بس كان في حاجات تحكيها لنا قبل كده وحاجات تحكيها لنا في الزياره. طيب. اوضاع بتقول ان يعني اوضاع يعني نصها ما اتكلموش عنها في التقرير، ان عندك زنزانه 4.5 و5.5 قاعد فيها 25 واحده بدون تهويه مناسبه. يعني احنا اصلا لما تقدمنا بالشكوى في يونيو ما كانش فيه تهويه تماما في الاوضه، يعني الاوضه كانت مغلقه تماما، الشبابيك مغلقه، ما فيش اي نوع من انواع التهويه. بالضبط استجابت ان هم فتحوا جزء تهويه جوه الاوض، بس لسه مع الحر المتزايد ومع انقطاع الكهرباء طول الوقت ما بيبقاش فيه اي يعني التهويه بتبقى قليله جدا. دي حاجه. تاني حاجه، عندنا مشكله مستشفى بتاعت السجن، هي مش مستشفى عاديه، هو حاصل فيها حالات طيب. تعذيب. شكرا يعني لك، وضحت الصوره. بس ان مجرد ان العلاج مش مناسب، لا ده في حالات تعذيب وفي حالات اتقتلت يعني من كتر الضرب ماتت. وصلت الصوره، شكرا. ده فين بقى؟ شكرا جزيلا لك ميسون المصري، شقيقه ماهي نور المصري المسجونه حاليا في سجن دمنهور. ونحن حاولنا الاتصال بأحد أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولكن لم نوفق بالوصول لأحدهم لمنحه حق الرد.